أطفال حي مجنيش ببسكرة يجوبون الأزقة مرددين أغنية ليلة يمينة، يدخلون المنازل بالبخور احتفاء بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. نشفى مني كنت صغيرة نديروا البخور والحنة، نروح نديروا كل عشية في المولد النبوي، ندوروا على الناس نبخروا لهم. سكان الحي يفتحون أبواب منازلهم للأطفال ويغدقون عليهم بالهدايا. هما يمدون لنا الحلوى، يمدون لنا الصورت، يمدون لنا الصابون، يمدون لنا كل شيء يجي قدامهم يمدوهولنا. من عادات سكان الأحياء الشعبية في بسكرة تحضير الوجبات وتبادل الأطباق فيما بينهم أو ما يعرف بالذواقة. نطيبوا البربوشة، نسقوا الطباسة، ندزوا الوليدات، تهزنا الطباسة توصل للديار، داري دارك، والجيران يبعثوا لي مكلتهم. الأولياء وكبار الحي يظهرون تجاوبهم مع الصغار ويتقاسمون معهم الفرحة. إنهم يرون في احتفائيتهم ما كانوا يقومون به في صغارهم. وجود الكبار مع الصغار بمثابة رسالة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نحكو لهم السيرة النبوية الشريفة، كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بلغ رسالته. شتان بين أولياء يرافقون أبنائهم احتفائيتهم البريئة بمولده صلى الله عليه وسلم، وأولياء يصرفون الأموال في مفرقعات تأتي من خارج الحدود لتنفجر في فضاءات خارج منشأ صنعها.